أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثالثة، السكن، الدرس الثاني والعشرون. التدريب الأول، سل بين قطعة الأساس والمكان الذي توجد فيه. Join the piece of furniture in the place where it exists. يا جبريل، يسا أي كلمة للسورة الأولى؟ نعم لديك هذه الأخيرة، غرفة الجلوس. غرفة الجلوس. لا، لدينا ميرا في هذه الحالة. We have a mirror here. And we don't use mirror in the living room. No. لا. Oh, okay. That's true. And مرآة. أي كلمة؟ لديكم أربعة الأخيار. Which of في these مطبخ. four? في Sorry? مطبخ يا شيخ. No, we don't use mirror in the kitchen. حمام. Okay. نعم يس ذاتس ترو نستعمل حمام mirror في الحمام. لا حمام السورة جيد الثانية، أي كلمة؟ نعم كنت هذا مجد. السرير سوري. هذا السرير نعم، سرير. أي لا كلمة؟ السرير في غرفة النوم يس، السرير في غرفة النوم. صحيح. السورة الثالثة، في مطبخ مطبخ. وهذه السورة، في غرفة الجلوس غرفة الجلوس. هذه السورة، اوكي سجل في غرفة الجلوس ايضا غرفة الجلوس. وهذه السورة، في مطبخ مطبخ. وهذه السورة، في مطبخ ايضا لا، this is هذا سخان. سخان نستعمل سخان وزيتا في الحمام. We use water heater in bathroom. اوكي في حمام ستارة في غرفة الجلوس هذا غرفة النوم. يمكن أيضا في غرفة الجلوس. كلاهما صحيح. Both of نعم these are correct. غرفة الجلوس وغرفة النوم both are correct. مريم إبراهيم، اخبريني عن الأسماء لهذه الصور. Tell me the name of صورة these pictures. صورة غرفة النوم، غرفة النوم، صحيح. غرفة الجلوس، صحيح. حمام، No, this is غرفة mirror. النوم، Mirror. Mira. مرآة. غرفة النوم. We have already used غرفة النوم here, so you better say bed here. سرير، سرير، سرير. بيت، بيت. البيت، حمام، Yes. شقة، صحيح. شقة، rooms explore،
rooms, دور. اوكي دور، rooms you can also say دور. مغفر دور دور. So if you want to say floor, you will say دور. If you want to say rooms, you will say غرف. دور rooms غرفة غرف غرف. What is this مولم؟ Neighborhood. What is this Neighborhood in Arabic. Neighborhood. Neighborhood. I don't know. Al-Hayn. Neighborhood. Al? Al-Hayn. Al-Hayya. 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 طعام طاولة no. طاولة. تيبل. اوكي طاولة okay. here سرير غرفة سرير النوم صحيح. this is rug carpet سجادة. I don't know مالي سجادة سجادة اوكي سجاد مفردات النظافية. ياسيني. Do you hear me? Yes. Okay, repeat. عرض. انظر واستمع وأعد. محرم. Repeat. محرم. السبت. السبت. الأحد. الأحد. الاثنين. الاثنين. الثلاثاء. الثلاثاء. الأربعاء. الأربعاء. الخميس. الخميس. الجمعة. الجمعة. التدريب الأول. أكمل أيام الأسبوع. Complete the days of the week. أحمد جهانگير. عائشة عمران. نعم السبت. Saturday. ماذا نكتب هنا؟ يوم الأحد الأحد. الاثنين أحد هنا. الاثنين الثلاثة هنا. الثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة التدريب الثاني. رتب أيام الأسبوع. Arrange the days of the week. ماذا نكتب هنا؟ السبت الأحد الاثنين الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة تركيب النحوية. grammatical structures. الدرس الثالث والعشرون. 23rd lesson. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. exchange the question and the answer with your colleague like in the example. المثال. الطالب الأول. هل تسكن في بيت؟ Do you live in a house? الطالب الثاني. نعم أسكن في بيت. Yes, I live in a house. جيون هيكا. جبريل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
Jion, you are the first student. Jibril, you are second student. Read this. Ikrai Haza. I think Jion has internet problem. Miss Mariam. Mariam, you are the first student. She also. Yasini. Do you hear me? Yes, yes, I Mariam. Okay, Yasini, you are the first student. Jibril, you are the second student. Start. All right, sir. Hal taskunu fi bayt? Na'am, askunu fi bayt. Yasini, hal askunu fi shaqqa? Hal taskunu fi shaqqa? Hal taskunu fi shaqqa? La askunu fi albayt. You better use according answer according to this picture. Naam askunu fi shaqqa. Naam. Na okay. La askunu fi shaqqa. Naam askunu fi shaqqa. Next. حي الجامعة. Make the question. حي الجامعة. Make the question. هل. Do you live in the university neighborhood? What is the Arabic for this? هل تسكن في حي الجامعة؟ هل أسكن في الجامعة؟ هل تسكن في حي الجامعة؟ هل أسكن تسكن في حي الجامعة؟ هل أسكن تسكن في حي تسكن تسكن؟ نعم. أوكي. هل تسكن في حي الجامعة؟ Correct. نعم أسكن في حي الجامعة. Yasini, next question. هل تسكن في حي المطار؟ نعم أسكن في حي المطار. هل تسكن في البيت؟ نعم أسكن في بيت. ريم الثاني هاتي جملا كما في المثال المثال أريد شقة من فضلك. I want an apartment, please. زارش. إنام قيوم. وعليكم السلام. Read this example. أريد شقة من فضلك. Next. I want a refrigerator, please. What is the Arabic? She has lost the internet. Mystery Nam. Yeah. سلاجة. سجادة. You need to make the sentence. I want a refrigerator, please. Okay. أريد سلاجة من فضلك. سجادة. أريد سجادة من فضلك. ستارة. أريد ستارة من فضلك. مرآة. مرآة. أريد مرآة من فضلك. أريكة. أريد أريكة من فضلك.
الوحدة الثالثة، السكن الدرس الثالث والعشرون، التدريب السابع، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، exchange the question and answer with your colleague like in the example. المثال: according to the picture, الطالب الأول يسأل. The first student ask: هل تسكن في بيت؟ Do you live in the house? الطالب الثاني يجيب حسب الصورة. Second student answers according to the picture. لا أسكن في شقة. No, I live in an apartment. مسهور. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت الأولى عائشة عمران. نعم. أنت الثانية رندس. What we gonna listen? Sorry. What we gonna listen? No, no listening here. Okay. هل تسكن في بيتي؟ لا أسكن في شقة. Yeah. هل تسكنين في شقة؟ لا أسكن في بيت. هل تسكنين في المكة؟ في هي الجامعة. في هي الجامعة. لا أسكن في حي المطار. هل تسكنين في هي المطار؟ هل تسكنين في مكة؟ في المكة. هل تسكنين في المكة؟ لا أسكن في المدينة. هل تسكنين في المدينة؟ لا أسكن في مكة. التدريب الرابع: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Exchange the question and answer with your colleague like in the example. المثال: الطالب الأول يسأل حسب الصورة. He asks according to the picture and these words: ماذا تريد لي غرفة النوم؟ What do you want for the bedroom? طالب الثاني يجيب حسب الكلمة: أريد ستارة. Second student answers according to the word written here: I want a curtain. جيون هيكا. Yes, sir. You are the first student. جبريل. Yes, sir. أنت طالب الثاني. You are second student. Do you want to read this? ماذا تريد الغرفة نوم؟ تريد لي غرفة نوم. Repeat. ماذا تريد لي غرفة نوم؟ نوم. أريد ستارة. My question for this: what do you want for the kitchen? Gion. Maza turidu lil matbakh. Ada turidu. ماذا أريد ثلاجة. تريد للحمام. ماذا تريد غرفة الجنوب.
Do you hear me? No, sir. Yes, okay. Sir. Okay, repeat. Mada turidu wurfatin naum. Ni wurfatin naum. Ni wurfatin naum. Uriru sarira. Mada turidu ur shalil urfatil julus. Li urfatil julus. Uridu sajada Jibril. Uridu sajada. Mada turidul mutabakh. Turidu lil matbakh. Lil matbakh. Lil matbakh. Uridu for, uridu for furna. Wahdatu salisa, second. Darsu salis wal ishrun tadribul khamis. Tabadal iswala wal jawaba. Mazamilik, exchange the question and answer with your colleague. كما في المثال like in the example. المثال الطالب الأول يسأل the first student ask كم غرفة في الشقة how many rooms are in the apartment الطالب الثاني يجيب حسب السورة وحسب الكلمة second student answers according to the picture and the written word here في الشقة خمس غرف. In the apartment, there are five rooms. الطالب الأول يسأل. The first student asks. في أي دور الشقة. In which, on which floor is the apartment? الطالب الثاني يجيب. في الدور الخامس. On the fifth floor, Maryam Ibrahim. Yes, my name is. Anti Talibatul Ula. Samia. Waalaikum Assalam. You are second student. Start. Okay. كم غرفتي في شقة؟ في الشقة دي خمس غرف. في أي دور شقة؟ في الدور الخامس. في دور. Miss Maryam asked the question, how many rooms are in the apartment? كم غرفتي في شقة؟ غرفة، اوكي. غرفة، كم غرفتي في شقة؟ سامية. أربع غرف. في الشقة أربع غرف. أربع غرف. في الشقة أربع غرف. Repeat the whole. في أي دور في شقة؟ أي دور في شقة؟ أي دور في شقة؟ في أي دور الشقة؟ في أي دور الشقة؟ Okay. Next student, Yasini, you answer. She has lost the internet. The apartment is on the fourth floor. في أي دور نو في في دور رابع صحيح في الدور الرابع كم غرفتي في شقة غرفة غرفة كم غرفة في شقة
أي دور الشقة؟ ثلاث غرفة الشقة غرفة غرف الشقة في الدور الثالث. The apartment is on the third floor. الشقة في الدور الثالث كم غرفة غرفة في شقة؟ في شقة دور ثالث في ما في دور شقتي خمس غرف. In the apartment there are five rooms. Repeat. apartment yeah. أي دور في الشقة؟ في شقتي دور خامس No, no. في الدور الشقة في الدور الثاني. الشقة في الدور الثاني كم غرفة كم غرفة في شقة؟ أربع غرفة في شقة أي دور في شقة؟ في الدور الأول التدريب السادس. هاتي جملا كما في المثال. Bring sentences like in the example. للمنوت مؤنث نستعمل نعت مؤنثة. For feminine word we use feminine adjective. للمنوت المذكر نستعمل نعت المذكر. For masculine word we use masculine adjective. Gender must be same for both Naat and Manoot. Gender must be same for both word and its adjective. المثال الأول لدينا شقة جميلة. We have a beautiful apartment. So here we see شقة is feminine, جميلة is also feminine. المثال الثاني لدينا بيت جميل. We have a beautiful house. بيت is masculine, so جميل is also masculine. Gender must be same. سلبي زارش. السلام عليكم سير. وعليكم السلام. read this example. اقرأي هذه المثال. لدينا شقة جميلة. لدينا الشقة الجميلة. لدينا بيت جميل. أساس عليك. You need to make the sentence. فرنة. We have a beautiful furniture in Arabic. What is the word for we have? Ladaina. Okay. Ladaina. Ladaina. Ladaina asas. Asasun. Ladaina. Shakatun asas. No, no. Ladaina asasun jamil. Jamil mean beautiful. Asas mean furniture. Ladaina we have. Ladaina asasun jamil. We have beautiful furniture. Ladaina asasun jamil. لدينا أساس الجميل. Next. لدينا عريكة جميل. عريكة is feminine. لدينا لدينا عريكة فرن جميلة. جميل. Feminine جميلة. تعمل متجنيد جميل. فرن جميلة. فرن is masculine. لدينا فرن جميل. فرن جميلة. سجادة جميل. لدينا سجادة لدينا جميلة. سجادة is feminine. جميلة.
لدينا سخان جميل، لدينا غرفة جميل. جميلة. غرفة is the amr muta, so adjective must have the amr muta feminine. Inam Qayyum. Yes, sir. What is the word for this? Ina. When, if, whenever. Low. In. 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 Where is the word? Ida. Iza is the word, okay? Is next. When, as soon as. So, the first letter is Ain. When, soon, Hina, An, Indama, Indama, political, Siyasi, spelling, Sinya, Alif, Sinya, Siyasi, Siyasiyat. سياسة حول الدورة spelling دال واو را دور أدوار مسهور جد جدا عبد الحكيم السلام عليكم وعليكم السلام read this جدا جدا بدأ يبدأ بدأ يبدأ fourth one جد جدا بدأ يبدأ First one. بدأ يبدأ كلمة كلمات كلمة كلمة كلمات طفل أطفال طفل third one كلمة كلمة كلمات fourth طفل طفل أطفال second one جد جدا منذ 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 third one. Are you sure? بدأ يبدأ منذ منذ third one. منذ third one. كلمة كلمات طفل أطفال second. طفل أطفال جد جدا first جد جدا third one طفل أطفال منذ second one منذ منذ first one كلمة كلمات we have
Second one. منذ. Second. بدأ يبدأ. If anybody has any question, they can ask me. Soon we will start the class. Next student, Aisha Imran. Yes. Option. Second option. Second option, Jindan. طفل طفل أطفال جد جدا جدا جيم دال جد جدا جد جدا ألف start begin بدأ بدأ يبدأ جد جدا جيم دال جيم دال ألف جد جدا since go starting دار والفرصة منذ منذ word كلمة كلمة كلمات منذ منذ ميم نون ذا منذ بدأ يبدأ بدأ بادال همزة بدأ يبدأ كلمة كلمات قافلة ميمها كلمة كلمات طفل أطفال مربوطة طفل أطا فالام طفل أطفال بدأ بعدال همزة بدأ يبدأ منزة ميم نون ذا منذ طفل طوفا لا طفل أطفال كلمة كاف لام ميم ها تاي مربوطة كلمة كلمات I have a question. Yes. What's the effective way to learn any language? Let me show. Here we have fluency and flow. Memorize 5,000 words of that language. Then you will be fluent, inshallah. 5,000 words. How many?